ولا خديتوا الخطابات ديالنا كقيادة حزبية غادي تلقاو هاد الخط النابض أننا ما خارجينش على هذا، ماشي كنتفاعلوا في إطار ردود الأفعال. تكلم فلان كنجاوبو أنا كندير رد فعل، كيجاوبني هو كيدير رد فعل. لا أبدا، نحن ندافع عن المشروع، وتا واحد ما غادي يبدل لنا هاد المشروع ديالنا وماشي بهذا الأسلوب وهذا الطريق. وإذا لاحظتوا راجعوا الخطابات والمداخلات ديال الأخوات والإخوان على مستوى مجلس النواب وعلى مستوى الحزب.